السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم المحاضرة الثانية من Advanced Drilling Course. اليوم راح ناخذ بها إن شاء الله نتكلم بها عن الضغوط وعن درجات الحرارة. بس لو سمحتوا اللي صوتي واضح يمه والشاشة واضحة بس يسوي لي Finger Up، أكو خيار بالشات Finger Up. إذا الصوت واضح والسكرين واضحة فقط finger up. أساتذتنا الصوت واضح؟ أستاذ محمد العكروفي صوت واضح؟ الصوت واضح إن شاء الله أستاذ. تمام، شكرا جزيلا. والصورة واضحة تمام. تمام. إن شاء الله راح نبدأ بالمحاضرة الثانية من الـ Advanced Drilling Course. بالنسبة لهذه المحاضرة إن شاء الله راح تسجل، وراح حاليا بدينا التسجيل إن شاء الله، وراح تكون على اليوتيوب إن شاء الله مباشرة. فقط نخلص المحاضرة مباشرة تكون على اليوتيوب. بهاي المحاضرة راح نتناول بعض المصطلحات، وأيضا راح تكون بعض المسائل وبعض الفانكشن اللي إن شاء الله راح تكون هي أساسيات الادفانسد دريلينج كورس. بالبدايه راح ناخذ معنا مصطلح البريشر كضغط وتمبريتشر، ونعرفها بالتعريف ليس الفيزيائي لكن التعريف اللي خاص بالادفانسد دريلينج كورس او بالاختصاص الحفر المتقدم. احنا بالنسبه للتعريف الفيزيائي للضغط، الضغط نقول انه هو مقدار القوه المسلطه على المساحه. هذا دائما احنا نعرفها كتعريف فيزيائي. بالنسبة انك حفر متقدم، نعرف الضغط ونعرف درجة الحرارة هو هيئة الطاقة المخزونة. يعني اذا كانت ضغط فهي هيئة الطاقة المخزونة بشكل ضغط، اما اذا كانت درجة حرارة فهي هيئة درجة الحرارة المخزونة. فإنه إن كان ضغط أو درجة حرارة بالنسبة لمهندس الحفر يعرفها أنه مقدار الطاقة المخزونة على شكل درجة حرارة أو على شكل ضغط. بالنسبة للوضعين إن كان ضغط أو إن كان درجة حرارة، اثنيناتهم يؤثرون فيزيائيا وكيميائيا على الصخور. ومو بس الصخور، اكو احنا عندنا سوائل موجودة بين الصخور، ايضا زيادة الضغط او زيادة درجة الحرارة او نقصانهم تأثر بشكل مباشر على خواص الصخور وعلى خواص الفلويد داخل الصخور. هذه بالنسبة للتعاريف على مهندس الحفر او تم مهندس الحفر. مهندس الحفر من تقول له الضغط يساوي لنا القوة على المساحة ما راح يعرف هذا الشيء، بس من تقول له الضغط هو مقدار القوة المخزونة راح يفهم هذا الشيء. فراح نبدي بالمعادلات البسيطة بالنسبة لدرجة الحرارة. طبعا درجة الحرارة معروفة انه هي تزداد كل ما احنا زدنا بالعمق. يعني مثلا لنفرض درجة الحرارة على سطح الحرارة على سطح الأرض حاليا في هذه الأجواء بالعراق هي 25 درجة سيليزية.
من ننزل جوا راح تزداد من 25، ممكن تصير 26، ممكن تصير 27، ممكن حسب الأعماق. عندنا فتشي احنا يعني قاعدة أساسية. القاعدة الأساسية مالتنا شو تقول؟ تقول كل 100 فيت ننزلها تزيدنا 1.6 فهرنهايت. هذه القاعدة الأساسية بالنسبة لطبقات الأرض. طبعاً بيها شواذ وهسه راح نشرح الشواذ مالتها، لكن بصورة عامة تزداد درجة الحرارة بمقدار 1.6 فهرنهايت كل ما نزلنا 100 فيت. فلو ردنا نعرف درجة الحرارة في مكان معين، مجرد نضرب ال 1.6 فيت الجريدينت بالعمق مالتنا ونقسمه على 100، حيطلع درجة الحرارة بهذا العمق. هذا ال 1.6 ديجري احنا نسميه normal temperature gradient، اللي هو التدرج الحراري الأساسي. التدرج الحراري الأساسي، فهذا دائما احنا ناخذه بالحفر، يعني هذا تقريبا الفاكتور مالتنا هو ثابت اللي هو 1.6 فهرنهايت على 100. ف احنا بالنسبه ان احنا عرفنا قلنا 1.6 فهرنهايت لكل 100 فيت، لكن اكو بعض الشواذ. وين اكو بعض الشواذ؟ احنا طبقات الارض بالضبط هي صخور مختلفه، فيها صخور العازليه لدرجه الحراره عاليه بالضبط مثل طابوق مالت البناء الثيرمال ستون. الثيرمال ستون يكون العازليه مالته جدا عاليه، لهذا تكون الجريدينت مالته او النورمال تمبرتشر جريدينت يكون قليل جدا. بعض الصخور لا، تكون موصله عاليه لدرجه الحراره، مثل عندنا الطابوق اللي احنا جاي نسويه من السمنت او غيره، يكون موصل عالي درجة الحرارة. فمن طبقة لطبقة تختلف التوصيلية لدرجة الحرارة. طبعا نعرف انه درجة الحرارة تقاس بالثيرموميتر. القانون الاساسي لدرجة الحرارة، اذا نريد نعرف درجة الحرارة ونقارنها بالعمق، عندنا التمبريتشر بالعمق المعين اللي احنا نريده. لنفرض نريد نطلع درجة الحرارة على عمق 3000 فيت، شو نسوي؟ نضرب الجريدينت normal temperature gradient اللي هو الجي اللي هو 1.6 في العمود الشاقولي مال الارتفاع التي في دي. التي في دي معناها true vertical depth. التي في دي بمصطلح الحفر دائما راح تشوفون التي في دي، التي في دي ترو فيرتيكال ديبث معناها العمق الحقيقي او العمق الشاقولي، يعني ينزل شاقول وليس مائل. نضربه بال 1.6 ونجمع وياه درجة الحرارة على السطح. نجمع وياه درجة الحرارة على السطح. لنفرض احنا هسه درجة الحرارة عندنا بالعراق 25 سيليزية على السطح، فنضرب ال 1.6 الجراديانت في ال تي في دي اللي نريده زائد ال 25 سيليزية لكن حولها الى الفهرنهايت، فيطلع لنا درجة الحرارة عند الدبث المعين. طبعا اكو قاعدة احنا بالحفر ما نستخدمها، لكن هي شو تقول؟ تقول التمبريتشر عند السيرفيس، عند سطح الارض، شلون نطلعها؟ نطلعها الفهرنهايت، درجه الفهرنهايت عند اللاتيتيود. اللاتيتيود معناها خطوط العرض. طبعا دائما راح نستخدم بالحفر مصطلحين اللي هو اللونجيتيود خطوط الطول بالنسبة للكرة الأرضية، واللاتيتيود بالنسبة إلى خطوط العرض. فراح نستخدم الفهرنهايت مالت اللاتيتيود. يعني لنفرض احنا حاليا نقع، مثالا العراق يقع عند الخط الثالث عرض،
فنشوف درجة الحرارة الفهرنهايت بالخط الثالث العرض ايش قد، نسجلها ننقصها 70 درجة فهرنهايت إذا كانت إذا كان العراق قريب على السواحل، سواحل مع المكسيك اللي هو الجولف كوست، أو ننقصها 10 فهرنهايت إن كنا قريبين على ألاسكا. فإذا كنا إحنا قريبين بنفس خط المكسيك ننقصها من 70 فهرنهايت لأن تكون درجة الحرارة يعني عالية. أما إذا كنا قريبين على ألاسكا باعتبار ألاسكا كندا بالشمال فيكون باردة فننقصها من 10 فهرنهايت. هذا فقط قاعدة بسيطة. إحنا بالنسبة للحفر بالحفر بالعراق ما نعتمد هذه القاعدة مباشرة، درجة الحرارة على السطح، درجة الحرارة على السطح نجمعها ويا بقية القيم اللي طلعت عندنا. هذا مجرد مصطلح بسيط عن تعريف درجة الحرارة. طبعا درجة الحرارة بها هواية فوائد، انه طبعا هنا أنا بالكورس كاتب درجة الحرارة غير مهمة بعمليات الحفر، لا بالعكس درجة الحرارة وإن شاء الله خصوص بالعراق اللي راح يشتغل بالحفر راح يشوفها، درجة الحرارة جدا 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 مهمة بالحفر، لكن درجة الحرارة تكون أهم إلى مهندس الإنتاج أو مهندس النفط أو أي اختصاص يشتغل بالإنتاج. ليش؟ عند زيادة درجة الحرارة راح تقل الدنسيتي أو الكثافة أكيد. بالنسبة لمهندس الإنتاج أو الأشخاص اللي يشتغلون بالإنتاج إذا قلت الكثافة راح يزيد سرعة الجريان لأن راح يكون السائل خفيف، فسرعة الجريان مالته تكون أكثر، فراح يشوف أنه التدفق مالت النفط من البئر راح يكون أسرع وراح يكون أزيد. فبالنسبة درجة الحرارة تكون مهمة إلى مهندس الإنتاج أو الأشخاص المشتغلين بالإنتاج أكثر من المشتغلين بالحفر. لكن إحنا بالحفر وين تهمنا درجة الحرارة؟ تهمنا إحنا بالنسبة إن من نحفر نستخدم مواد كيميائية عمود تساعدنا بالحفر. إحنا كاختصاص حفر نسميها أطيان الحفر أو يسموها drilling mud يعني طين الحفر. هاي أطيان الحفر عبارة عن خلطة كيميائية إن شاء الله بالدروس الجاية راح ناخذها بالتفصيل، طريقة الخلطة الكيميائية وكل عنصر راح نخلطه شنو راح يأثر لنا. فهاي أطيان الحفر هي عبارة عن مواد كيميائية، فزيادة درجة الحرارة ممكن راح تزيد لنا أو راح تأثر لنا من استقرارية هذه المواد الكيميائية. فمجرد درجة الحرارة راح تأثر على المواد الكيميائية اللي نستخدمها بالحفر، لكن كتأثير مباشر على عمليات الحفر هي ما لها. بس أيضا تبقى درجة الحرارة مهمة جدا بالحفر، مهمة جدا بالحفر. طبعا أكو فد معلومة بالحفر، من نوصل إلى عمق 15,000 feet، 15,000 feet تقريبا ما يقارب 5,000 أو 4,500 متر، يعني بالضبط 4.5 كيلوات. من نوصل إلى هذا العمق بالحفر درجة الحرارة جدا تكون عالية، جدا جدا تكون عالية، توصل إلى 200 فهرنهايت درجة الحرارة. الداونهول تيمبريتشر تكون جدا عالية. 200 فهرنهايت درجة الحرارة عندما توصل إلى 200 فهرنهايت أي سائل انضخه مباشرة راح يتبخر. فهذا النوع من الآبار، طبعا احنا الآبار اللي نحفرها بالعراق حاليا بالوضع الحالي ما يتجاوز العمق مالتها 3500 متر، لكن الخطة المستقبلية اللي المفروض كانت مباشر بيها بال 2018 لكن بسبب الأزمة المالية تأجلت إلى 2019، راح نحفر هاي الأعمار.
اللي هي 4000 متر و 5000 متر راح نحفرها، اللي هو مكمن يمامه وخفره وغيره، ان شاء الله راح نبدي نحفرها. من نحفر هيك اعماق راح نواجه درجات حراره عاليه. هاي النوع من الابار يسموها HPHT، اللي هي مصطلح هاي بريشر هاي تمبرتشر. HPHT ايضا هذا المصطلح راح هوايه يمر ان شاء الله علينا بالدروس الجايه. طبعا بالنسبه لفائده التمبرتشر، احنا وين نستخدم درجه المعلومات اللي نستخرجها من درجه الحراره شنو تفيدنا؟ يعني احنا ليش نريد نعرف درجه الحراره اللي هي موجوده داون هول؟ اول فائده بالخصوص الى مهندسي الانتاج، يريد يعرف مكان الغازات، يريد يعرف مكان الغازات. اكو فد معدة عندنا ننزلها بداخل البير، هاي العملية نسميها احنا لوجينج او نسميها تصوير. هاي المعدة نريد نعرف الغازات بيا مكان موجودة بيا طبقة. فالطبقة مثلا احنا نبدي نتدرج 100 فهرنهايت، 120 فهرنهايت، 130، 140، كل ما نزلنا جوه تزداد درجة الحرارة. طبقة من الطبقات نوصل لها نلقاها بالعكس، صارت كل ما ننزل جوا تبرد. ليش؟ لأن بيها غاز. الغاز طبعا من طبيعته بس يتمدد يصير بيه اكسبانشن، رأسا يسوي الجو بارد. هاي طبيعة الغاز، انه الفينومينا مالته هاي وضعيته. فاحنا على مود نعرف مكان الغازات ننزل هذا التصوير اللوج اللي يقيس لنا درجة الحرارة، فنشوف درجة الحرارة حسب العمق تزايد إلى أن نوصل إلى مكان تبدي بيه تتناقص. من نوصل إلى هذا المكان اللي تتناقص بيه درجة الحرارة، نعرف أنه أكو عندنا غاز أو عندنا بيرينج فورميشن، أنه فورميشن مشبع بالغاز على مود انتاج الغاز. طبعا موجوده بالعراق بالخصوص في حقلين، عندنا حقل غرب القرن 2 اللي لازمته شركه لوك اويل، موجود عندنا مجمع غازي او مكمن غازي، ومكمن مجنون اللي لازمته شيل سابقا، حاليا لازمته اعتقد البتروفاك اللي هي المشغل مالته. فهذا اهم خاصيه احنا نستفاد من عندها. الخاصية الثانية اللي ممكن نستفاد من عدها، احنا نزلنا هذا التصوير لقيس لنا درجات الحرارة، فطبعا هو يقارن درجة الحرارة مع العمق، واخذنا كل المعلومات وخلانا اياها بجدول يقول لك على عمق 100 متر درجة الحرارة عندك 90 فهرنهايت، على عمق 200 متر عندك درجة الحرارة 100 فهرنهايت، وهكذا الجدول كامل عندك. راحت السنين، بدأ البير ينتج، وورا 10 سنوات احتاج إلى عملية استصلاح، أنه البير توقف عن الإنتاج، احتاج إلى عملية استصلاح. فهاي عملية الاستصلاح نرجع ننزل هذا اللوج مالت الحراري أو اللي قيس لنا درجة الحرارة. فمن خلال درجة الحرارة احنا عدنا الجدول اللي قسناه قبل 10 سنوات، من خلال درجة الحرارة نقدر نعرف العمق اللي احنا حاليا موجودين عليه، نسوي correlation. يعني احنا عدنا الجدول اللي ماخذينه قبل 10 سنوات، مجرد نريد نسوي عملية الاستصلاح ننزل هذا التول او الجهاز اللي ياخذ لنا التصوير، من خلال درجة الحرارة اللي راح ينطينا إياها نقارنها بالجدول نعرف إحنا على يا عمق حاليا. هذه أيضا فائدة مهمة جدا إلى معرفة الداتا أو temperature data. بعد شنو عندنا؟ إحنا من نحفر الحفرة، عمليات الحفر، أول شيء نحفر حفرة، بعدين ننزل بايب بالحفرة اللي احنا نسميها البطانة او نسميها كيسينج، بعدين بين البايب والحفرة نضخ سمنت
بالضبط يشبه سمنت البناء بالضبط، لكن سرعة التصلب مالته تكون أعلى. فإحنا المفروض السمنت يوصل للسطح، يعني من قاع البير إلى السطح يوصل عندنا سمنت. في بعض الأحيان السمنت ما يوصل للسطح، ممكن يصير به فقدان، ممكن يروح بالطبقة بالفورميشن بالتشكيل يصير به فقدان فما يوصل للسطح. فمن ننزل هذا اللوج الحراري، طبعا هو السمنت عازل، السمنت يكون عازل جيد لدرجة الحرارة، من ننزل هذا اللوج الحراري راح نشوف انه يقراننا كله اكو عازل 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 عن درجة الحرارة، الى ان نوصل مرحلة يبدي يقرأ اكو درجة الحرارة، معناها عرفنا انه السمنت واصل لهذا العمر اللي احنا نسميه توب اوف سمنت. انه السمنت واصل الى هذا العمق. فهذه الاساسيات عن او الفوائد عن درجة الحرارة. ايضا ان شاء الله احنا مستقبلا، يعني ممكن بعض المعلومات غامضة حاليا، مستقبلا من نوصل الى الفصول المتقدمة راح نعرف شنو فائدة الحرارة، يعني من يصير الغاز اكسبانشن ليش يصير كولينج، شلون ناخذ نسوي كوريليشن، يعني ايضا التوب اوف سمنت، فان شاء الله راح ناخذها بالفصول القادمه. لكن كنبذه تعريفيه هذا فائده استخدام اللوج اللي يقرانا درجات الحراره. طبعا هو شارح التوب اوف سمنت هنا حاليا. لو شفنا هذا الخط الوسطي، هذا عبارة عن بايب، أنبوب. بين الأنبوب وبين الفورميشن أكو سمنت اللي هو هذا المخطط، هذا اللي يكون مقطع مخطط، اللي فوقه يكون ماكو سمنت، خالي من السمنت. فلو نشوف درجة الحرارة شلون كانت، كانت درجة الحرارة بهالصورة، من راح السمنت انتهى السمنت مباشرة صار بها انكسار. هذا الانكسار بدرجة الحرارة، التغير المفاجئ بدرجة الحرارة ينطينا مؤشر كافي انه السمنت ما موجود، يعني اللي فوق كله هو خالي من السمنت. احنا اللي المصطلح احنا نسميه free pipe، يعني السمنت خالي، بايب يكون خالي يعني تماما من السمنت. طبعا احنا هاي العملية التصوير الحراري نسويها بعد 12 ساعة من عملية السمنت، لان بالآبار النفطية احنا من نصب البيوت، من نسوي كونكريت للبيوت حاليا يخلون فد مادة اكسلريتر مسرعة اللي هي الدي باك، يخلوه يا السمنت على مود مجرد ما يصبون يتصلب مباشرة السمنت. ف بالحفر لا، ما يخلون هذا المادة اللي يدي الأكسلريترات، يخلون السمنت على طبيعته، فيأخذ 12 ساعة على ما يتصلب. السمنت اللي نستخدمه بالسطوح، بالصب مال سطوح، بعد ساعة واحدة إلى ساعتين، ينطينا compressive strength، قوة انضغاطية تساوي 500 PSI تقريبا، 500 PSI. أما بالنسبة للسمنت اللي نستخدمه بالآبار النفطية بعد 24 ساعة ينطينا ما يقارب 2000 PSI، يعني compressive strength القوة الانضغاطية مالته تكون 2000 PSI، لهذا يكون يعني سمنت قوي جدا جدا صلب، أصلب من السمنت اللي نستخدمه بالسطوح. طبعا هو كتركيب نفس الشيء، لكن هم يضيفوا له بعض الماتيريال اللي تنطي كومبرسيف سترينث اقوى، مع انه السمنت اللي نستخدمه بالابار النفطيه يكون غير مسلح، يعني ما بي هذا الشيش مال الحديد، لكن يضيفوا له فد مواد اخرى تنطي القوه الكافيه، تنطي القوه الكافيه او التماسك الكافي. عندنا فد مصطلح، مصطلحين، عندنا
الجيوثيرمال جريدينت، فعندنا فد شيء يسمونه درلينج فلويد تمبريتشر سيركليشن جريدينت. هذا المصطلحين بالحفر ما راح نشوفهن هواي، بس ان شاء الله راح اشرحهن انا، بس ما راح نشوفهن هواي. بالنسبه للجيوثيرمال اللي تحدثنا عليه اللي هو التدرج الحراري الطبيعي، يعني كل 100 فيت نزداد 1.6 فهرنهايت، هذا قانون حول العالم، هذا يسمونه التدرج الحراري الطبيعي. تمام. اما التدرج الحراري خلال عمليات الحفر، طبعا خلال عمليات الحفر احنا راح ننزل بانبوب الحفر، ومقدمه انبوب الحفر اكو فد شيء احنا نسميه دقاقه، باللغه الانجليزيه يسموه بيت، بالضبط تشبه الدقاقه اللي نحفر بها الابار النفطيه، عفوا الابار المائيه، الووتر ويل، نفس الدقاقه نفس الهيئه نفس الشكل، لكن تكون اصلب والديزاين مالتها اكثر كفاءه. فهذا فقط الفرق بين يعني الدقاقه اللي موجوده. فهاي الدقاقه راح تبدي تحفر، من تحفر راح احنا بداخل الانبوب نضخ مواد كيميائيه اللي احنا سميناها اطيان الحفر سابقا. هاي اطيان الحفر راح تطلع، يعني تدخل من داخل الانبوب وراح تطلع من خارج الانبوب، فراح يصير عمليه تبادل حراري، يعني ما راح يبقى التدرج الحراري نفسه، لان هذا السائل او الفلويد راح يتغير مكانه، من السطح ينزل يوصل الى الدقاقه ويرجع يطلع مره ثانيه. هاي عمليه السيركوليشن، راح تغير لنا من درجه الحراره، راح تغير لنا من درجه الحراره، فيكون الجريدينت يختلف. فاحنا اذا بحاله الستاتيك ثابتين ما عندنا حفر، الجريدينت مالتنا مالت الحفر او مال طبقات الحراره طبقات الارض يكون 1.6 فهرنهايت لكل 100 فيت. اما في خلال عمليات الحفر وخلال ضخ السوائل راح لا يتغير، لان احنا عندنا في حاله سيركوليشن، يعني انه الفلويد جاي يداور، فراح تكون الجريدينت مالتنا اقل. فراح نشوف هذا الخط المنقط هو جيوثيرمال جريدينت يكون عدل. تمام. اما هذا الخط العدل اللي هو لونه اسود، هذا راح يكون درجه الحراره مالت المد خلال السيركوليشن، او درجه الحراره الفلويد خلال السيركوليشن. اما هذا الخط الوسطي هو الحاله الانتقاليه بين الجيوثيرمال وبين السيركوليشن. هذا فقط. هذه المصطلحات بالحفر راح تمر علينا مرتين او ثلاثه، يعني هو كمعلومه ان شاء الله انا راح احاول اغطيها، ايضا راح تكون مسائل عليها، لكن فقط انه للمعلومه فقط هذه المعلومتين اللي هي تهمنا، انه الجيوثيرمال جراديانت شنو، والتمبريتشر سيركوليشن درلينج فلويد تمبريتشر سيركوليشن جراديانت شنو. راح نجي للضغط. انتهينا من درجة الحرارة. الضغط أساتذتنا أهم مصطلح حفر الآبار النفطية، يعني الضغط هو كل شيء بالحفر اللي يكون ملم بالضغوط، معناه هو بيرفكت بالحفر. بالنسبة للمصدر الأساسي للضغوط اللي موجودة داخل الطبقات الأرضية، هي ليش صار عندنا ضغوط؟ أكو مصدرين للطبقات للضغوط، هو هنا كاتب مصدر واحد، لكن هو للضغط داخل الطبقات الأرضية مصدرين. المصدر الأول الهزات الأرضية، الهزات الأرضية المصدر الرئيسي لزيادة الضغوط داخل الطبقة. المصدر الثاني للضغوط هو المياه الجوفية. راح نشرح شرح بسيط شنو الهزات الأرضية شو تسوي. من
أرض يصير بها هزة أرضية، هو بالحقيقة انزلاق طبقة عن طبقة. طبعاً إحنا الطبقات الأرضية بالخصوص خصوصاً بالعراق وبالخصوص في جنوب العراق طبقة عن طبقة تختلف تركيبتها. مثلاً الطبقة الأولى اللي موجودة عندنا بالعراق بالبصرة هي نوعيتها ساندستون، يعني متكونة من رمل رمل. أما الطبقة اللي بعدها اللي هي لور فارس متكونة من مواد بلاستيكية، بالضبط شبيهة بالعلج اللي ناكله أو اللي نستخدمه يسموه مارل، بالضبط شبيهة أيضا بها نسبة من الساند لكن هي أكثريتها مارل. فطبقة عن طبقة تختلف. فالفكرة من الهزات الأرضية أنه طبقة تنزلق عن الثانية، يعني يصير بها انزلاق، فمن هاي الطبقة تنزلق عن الطبقة الثانية يصير بين الطبقات ضغط محصور، يصير بين الطبقات ضغط محصور، فهو هذا يعتبر الجزء الأساسي لتولد الضغوط بالطبقات. زين، المياه الجوفية شلون تولد لنا الضغوط؟ المياه الجوفية هي شنو هي؟ هو عبارة عن بحر أو نهر أو شاطئ، وبعدين هذا الشاطئ ممتد تحت الأرض. يعني إحنا مثلاً إحنا جالسين في البصرة، هو بالحقيقة أكو شاطئ جوانا ممتد. هذا الشاطئ أو المجرى المائي اللي تحت الأرض مجرد ما توصل له الثقبة راح المي اللي بداخله يرتفع يوصل لك للسطح، أو مو يوصل لك للسطح، يوصل لك إلى مستوى سطح البحر. بالضبط إيش قد مستوى سطح البحر؟ يوصل إلى هذا المستوى. شنو اللي خلاه يوصل لهذا المستوى؟ خلاه يوصل لهذا المستوى الضغط اللي هو كان بيه، كان موجود ضغط المكمن بيئة أو المكمن المائي اللي ضغط، فراح يحاول هذا الضغط يوصل له. زين، هسه نجي شلون نقيس. طبعا ايضا بالنسبه للضغوط يقول السايزميك مال سي ويف، يعني الموجات مال البحار ممكن تولد لنا ضغوط. الكيميكال رياكشن، التفاعلات الكيميائيه ممكن تولد لنا ضغوط. الامور البايوكيميكال ممكن تولد لنا ضغوط. راديو اكتيف، ايضا التفاعلات النوويه وغيرها ممكن تولد لنا ضغوط، فهذه كلها ممكن ايضا تولد لنا ضغوط. بس كامور اساسيه يولد الضغوط الزلازل، وايضا اللي يولد لنا الضغوط هو المياه الجوفيه. وحده قياس، طبعا احنا عندنا عده وحدات قياس للضغط لكن المستخدمه بالحفر هي وحده لا غير. طبعا بالنسبه للنظام العالمي اللي هو نيوتن على المتر مربع أو الباسكال، نيوتن على المتر مربع أو الباسكال، هذا كوحدة قياس ضغط عالمي. أما بالنسبة للنظام الأمريكي فيستخدم الـ PSI pound per square inch. PSI سكوير انج، انه احنا نقسم الباوند على السكوير انج، يعني يقيسون هم ككتله يقيسوها بالباوند كمساحه بالسكوير انج. فهم خالين وحدتين، اللي وحده بي اس اي جي وبي اس اي اي. بالنسبه بالحفر نستخدم بس بي اس اي جي. شنو الفرق بيناتهم؟ هن كفرق نفس الشيء. البي اس اي جي معناها الضغط اللي نقيسه من الجيج. احنا عندنا جيجات، الضغط اللي نقراه من الجيج يكتبون عليه بي اس اي جي، معناها يعني احنا جاي نقراه من الجيج. اما بالنسبه للاي هو معناه القيمه المطلقه للضغط، absolute value PSIA، absolute value انه هو يقرا القيمه المطلقه. احنا القيمه المطلقه ما تهمنا، احنا دائما راح تلقونا بالحفر PSIG.
طبعا الاتموسفير الضغط الجوي بالنسبة لنا الضغط الجوي يساوي لنا 14.7 PSIA. بالحفر نستخدم فقط PSIG نهائيا ما لنا علاقة بالPSIA، يعني القيمة المطلقة ما تهمنا. عندنا ثلاث أنواع مهمة بالنسبة للضغوط: نورمال وأب نورمال وسب نورمال. بالنسبة للضغط العادي هو نورمال، الأب نورمال معناها فوق العادي، السب نورمال معناها تحت العادي. تمام؟ راح ناخذ كل مصطلح راح نشرحه كل مصطلح من عندنا. طبعا هسه عرفنا النورمال وابنورمال والسب نورمال. عندنا بعد ضغطين اخرين، واحد يسمونه الستاتيك بريشر، واحد يسمونه السيركوليشن بريشر، او في بعض الكتب كتب الحفر يسمونه الدايناميك بريشر. بالنسبه للستاتيك بريشر هو ضغط عمود السائل في حاله الركود. الدايناميك بريشر هو ضغط عمود السائل في حاله الجريان او الجريان. فهذا الفرق بين الستاتيك بريشر والدايناميك بريشر، هذا المصطلحين بيناتهم الفرق بيناتهم. عندنا مصطلح ثالث يسمونه الاوفر بيردن بريشر. شنو الاوفر بيردن بريشر؟ احنا عندنا طبقات، طبقات ارض. هاي الطبقات الارض متكونه من عده صخور. هاي الصخور كتلة الصخور لها وزن. طبعا احنا المكمن النفطي على عمق 3500، فمن يكون فوق 3500 كتلة عظيمة من الأحجار، هذا وزنها راح يسلط الضغط على المكمن. هذا الضغط نسميه الأوفر بيردن بريشر أو يسمونه الأوفي. الأوفي معناه الأوفر بيردن بريشر، اللي هو ضغط كتلة الأحجار على المكمن أو على المساحة المعينة اللي احنا جايين نسوي دراسة عليها. المصطلح الأخير اسمه الفراكتشر بريشر. الفراكتشر بريشر هو ضغط انكسار الطبقة. مثلا عندنا طبقة اللي هي احنا نسميها دمام. دمام نوعية الحجر بيها دولومايت. الدولومايت يعتبر من الأحجار الرسوبية، يعني المترسبة، أحجار رسوبية. هذا الطبقة تقع على عمق 650 متر بالرميلة. في بعض المناطق تختلف من منطقة إلى منطقة، لكن بالرميلة الشمالية تقع على عمق 650. هذه تستحمل ضغط، يعني من نسلط عليها عمود سائل تستحمل ضغط ما يقارب 2500 PSI. مجرد ما نزيد الضغط اكثر من 2500 PSI، فرأسا الضغط الطبقه يصير بها فراكتشر عظيم، والسائل كله يضيع داخل الطبقه، يروح يعني طبقه شربه، تظل بعد ما تقدر تسوي هولدنج للبريشر، لان تجاوزنا بالضغط اللي سلطناه مع العمود السائل.